البيتكوين هي عملة إلكترونية عالمية أطلقت عام 2009. فإذا كنت تملك حسابا مستخدما على الإنترنت، يمكنك تحويل الأموال من حسابك المصرفي العادي لشراء البيتكوين. بذلك يصبح بإمكانك شراء سلعا باستخدام عملتك النقدية أو ما يعادلها في حساب البيتكوين، إلا أن التاجر يسلف بعملته المحلية. وتكمن أهمية ذلك في أن العملية أقل كلفة وأسرع من استخدام البطاقة المصرفية أو اللجوء إلى موقع دفع كبايبال، وتستغرق العملية حوالي 10 دقائق، أي الوقت الذي يحتاجه معدن البيتكوين ليوافق على العملية. فتماما كما المنقب عن الذهب، يجد هذا المعدن الحل لتثبيت العملية بعد تعقب مصدر البيتكوين. ويحصل هؤلاء أشخاصا كانوا أم شركات على نسبة من عمليات التحويل وتدفع لهم بالبيتكوين، ويضمن هذا النظام سرية العمليات ونزاهتها. ولهذه العملة الافتراضية حسنات أخرى، فهي لا تمت لأي مصرف مركزي بصلة، بالإضافة إلى عدد معتمديها كوسيلة للدفع أو للاستثمار قد ارتفع. وتبقى مسألة ربط هذه العملة بعالم الجريمة ثانوية بحسب عدد من الخبراء، فإغلاق موقع سيلك رود الذي كان يتاجر بالمخدرات بعملة البيتكوين لم يكن له تأثير كبير عليها.